اتكلمنا شوية عن الجزء الاجتماعي، فكرة المقابلة مع الأعضاء، لكن الملف الرياضي برضو حضرتك وجهة نظرك فيه ايه، او ممكن تكون افكارك فيه ايه؟ لا، الملف الرياضي ملف ضخم جدا ومهم جدا، وعلى جانب من الأهمية مفيش كلام، ويبدأ من الفريق الأول. وبمناسبة الفريق الأول، اسمح لي حضرتك أن أتوجه إلى الجماهير الزملكاوية بكامل التحية والتقدير والعرفان لكل ما يبذلوه من جهد جهيد في سبيل دفع الفريق الأول إلى منصات التتويج على مدار السنوات كلها، وحتى الأمس القريب، وفي أصعب الظروف. وفي أصعب الظروف ما فيش كلام، حاجة يعني مشرفة وحاجة جميلة وحاجة تسعد الزملكاوية عموما، يعني إن إحنا عندنا جمهور متميز جدا. حضرتك بقى تقدر تقدم إيه في الملف الرياضي؟ ملف الرياضي، يعني أنا قلت لحضرتك إن فيما يتعلق بالمنازعات الدولية أستطيع فعلا المسؤول أمام المحكمة الرياضية الدولية فيما يتعلق بالمنازعات التي يكون نادي الزمالك طرفا فيها. دي أول حاجة يعني مهمة جدا، لأنها بيترتب عليها غرامات مالية فادحة للنادي وإحنا عايشينها. واعتقد يعني الكابتن محمود شيكابالا موضوعه لسه ما زال معلقا، وفي اموال مطلوبه ومستحقه على النادي، وهذا الملف عايز دراسه كبيره، فنستطيع ان احنا ننجز هذا الملف وملفات اخرى، يعني دون ما انا ادخل في اسماء او اذكر وقائع معينه، انما في ملفات محتاجه دراسه ومحتاجه انتقالات ومحتاجه مواجهه مع الطرف الاخر. ده من ناحية البناء القانوني، يمكن حضرتك وضحته الحقيقة كمتخصص. أيوة. لكن لو وصلنا بقى لناحية التطوير، أطور الملف الرياضي إزاي؟ ده طبعا حضرتك قلت لي على الشكل القانوني والشكل التعاقدي اللي هو أكيد بيتم البناء عليه. أيوة. أطور بقى إزاي القصص دي وفرع أكتوبر؟ يعني عندي أفكار كتيرة جدا، عايز أعرف رؤية حضرتك ليها إيه؟ طبعا طبعا، فرع أكتوبر ده حكاية جميلة جدا وضخمة، وأعتقد إن إحنا إذا لم يكن تم بناء او الشروع في البناء حاليا، يجب ان نشرع في البناء فورا النهارده قبل بكره، لان طبعا هذا الصرح العملاق في اكتوبر اذا بني وتم تشييده باي وسيله، سواء عن طريق نظريه او طريقه التشييد والبناء ونقل الملكيه اللي هي بيقول عليها بي او تي، او سواء عن طريق مشاركه احد المستثمرين في الداخل او من الخارج، والبناء الفوري والسريع بحيث ان انا استطيع ان انا ابدا اطرح حق الانتفاع للاماكن اللي موجوده، المولات، المحلات، او اقوم بعمليه ايجارات وافتح كمان باب الاشتراك، بحيث ان هذا المكان يضخ اموال سريعه للنادي، لان احنا مش هنستنى سنه واثنين وثلاثه، احنا عندنا مستحقات خارجيه وعندنا مستحقات في الداخل، وعندنا علاقات مع المرافق العامة والوزارات السيادية، يعني هنقول لا يعني مش السيادية، السيادية معروفة ايه هي، انما الوزارات الحكومية طبعا اللي بتطالب النادي، زي الضرائب مثلا، زي الاوقاف، اذا كان في الاوقاف ليه مستحقات قديمة ولا حاجة، دي كلها مستحقات في الداخل، يجب ان احنا نتحاور مع الناس دي، ولازم ان احنا يعني نفك الاشتباك القائم، لان طبعا الزمالك ايده مغلولة ومش قادر ينفق الانفاق الكافي بحيث ان هو يغطي متطلبات المطلوبه، سواء على الجانب الاجتماعي او الجانب الرياضي. والجانب الرياضي اساسي، يعني قطاع الناشئين عايز تطوير شديد الاهميه، الفريق الاول محتاج لدعم كبير جدا، فكل ده محتاج لاموال، كل ده يتطلب توافر المال الكافي بحيث ان احنا ندفع دفعا الى الامام للفريق الاول وقطاع الناشئين. لكن تركيز حضرتك اكتر هيبقى على ايه؟ الجانب الملف الاجتماعي ولا الملف الرياضي؟ لا بصراحه يعني الملف الرياضي. 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 طيب الحقيقه حضرتك اتكلمت عن التطوير والامور ليها علاقه، بس ده لا يمنع عدم يعني لا 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 يؤدي الى الاهمال في الجانب الاجتماعي، لان الاعضاء برضو لهم حقوق. ما انا كنت لسه اقول لحضرتك، انت عارف دايما حاجه واعين فيها كل دايما كابناء نادي الزمالك، ان انت ازاي تعمل بالانس او موازنه ما بين
حقوق وخدمات الجمعيه العموميه ومن بين الصرف الكبير قوي اللي المفروض تحققه او تلبيه للفرق الرياضيه. دي بتبقى اعتقد مرهقه لكل المرشحين، او ممكن تكون محتاجه تفكير بشكل مختلف. يعني احنا لازم نحقق التوازن، لازم لما ندرس الملفات ونشوف السيوله الماليه ايه والخدمات المطلوبه ايه ومتطلباتها الماليه ايه، نعمل عمليه التوازن والتفاضل بين ما هو مطلوب لهذا الجانب والاخر. والحاجه اللي هي نقدر نقول عليها اللي في حاجه الى الاسراع في الدفع بها ومعالجتها، سواء كان الجانب الرياضي او الجانب الاجتماعي. طب لو قلت لحضرتك ترتيب الاولويات بالنسبه لحضرتك، بالنسبه داخل اكيد طبعا حضرتك عارف، ممكن يكون معرفش عارف عن قرب ولا الملفات، لان ممكن يكون حضرتك ما عندكش الداتا او المعلومات. لا يعني هو الالمام بكل التفاصيل طبعا احنا مش ملمين بيها، يعني كجمهور زملكاوي وكاعضاء جمعيه عموميه مش ملمين بيها الماما تفصيليا، انما عندما نتحمل المسؤوليه هتبقى في دراسه كامله وسريعه بحيث ان احنا نتصدى فورا لكل الهواجس اللي موجوده، بحيث ان احنا نعين النادي على الحركه والدفع والدفع للامام وانهاء كل ما يعني يعيق نشاطه ومسيرته الرياضيه او الاجتماعيه.